التطعيم. على موضوع تأجيل الانتخابات يقال أنه حتى الأمم المتحدة على تحركات ممثلتها بلاسخارت حتى عندما ذهبت إلى إيران والتقت بوزير الخارجية طلبت أن يتدخلوا مع قوى الإطار وإئتلاف إدارة الدولة لتأجيل الانتخابات عسى أن يتم إقناع السيد مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات. تعتقد هذه الآن سيذهبون إلى السيد مقتدى لإقناع للمشاركة بالانتخابات له هاي المعلومة غير دقيقة؟ هاي الوساطة رقم 5 استاذ نجم. اي وسيد مقتدى يرفض المشاركة في اي انتخابات تدار بالطريقة هذه. زين، لكن أنا الوساطة رقم انا 5 على حد علمي مع انه بلاسخارت وسطت كل الدنيا حتى تشوف سيد مقتدى، وسيد مقتدى رفض. انا هسه ما اقول لك يشوفوا هم قطعا ما حد شافه، بس الرسائل اللي وصلت السيد مقتدى وبعض الوفود العشاري وبعض رجال الدين بعض الشخصيات من يعني داخليه خارجيه، لكن كل هذا ما فات. السيد مقتدى مصر ان لا يشارك في انتخابات فيها فاسدين. زين، يعني السيد مقتدى سيبقى عند هذه النقطة وعند هذه الحدود، لو أنه عدم المشاركة والانسحاب صار مثل قضية الاعتزال السياسي، الخوف أنه هذه القوى تأخذ من قواعد سيد مقتدى في الانتخابات المقبلة. وانت تعرفه ما أكثر مني، الناس عندها قدرة بكل شيء، عندها مال وعندها فلوس، تخشى من هذا؟ المال والفلوس قد يكون له يعني شيء، لكن مقعد القلوب أقوى من المال والسلاح. نعم، من يمتلك القلوب يمتلك القرار استاذ نجم. تاني سيد مقتدى، لذلك أنا أقول لك إحنا ليش نتعب روحنا، إحنا ليش نتعب روحنا؟ انتخابات ماكو بالعراق، انتخابات بهاي الطريقة بهذا النموذج بهذا القانون ماكو. شنو ماكو يعني؟ ما فهمت شلون؟ كل الأخوة شلون ماكو؟ ماكو هاي تأجيل وما تأجيل، هم ماكو، لأنه انتخابات فاشلة راح تواجه رفض عجيب غريب هاي إذا أصروا عليها، لأن ما حد قابل، لا حد قابل على القانون ولا حد قابل على طبيعة الأحزاب اللي شكلوها والعناوين. أنت شايف لك واحد يسوي له تحالف يأسس له حزب، يأسس 10 أحزاب من جيبه الخاص، هو مو من جيبه الخاص ما أدري منين يجيب فلوس، بس إحنا نسميها من جيبه الخاص، ويجيب له 5 أحزاب أخرى يصير 20 حزب، ويصيح أنا عندي تحالف. عمي على قولة هذا وديكت وين الكلاوات شو الكم بيها؟ أي فأستاذ نجم الانتخابات ما تصير بهذه الطريقة، هذه انتخابات جشعة، هذه ذاهبة لسرقة أموال الشعب العراقي. لذلك أنا أطالب الأخوة المدنيين الوطنيين كل الناس المخلصين بالعراق أن يكون لهم حضور ميداني للضغط على البرلمان بتغيير القانون وبالضغط حتى الذهاب للمرجعية زين، ومطالبتها أن هنالك قوة لا تحترم إرادة الشعب العراقي، والشعب العراقي مظلوم أستاذ نجم، لأن الشعب العراقي ثق بهؤلاء وهؤلاء خانوا الأمانة.